اهلا بيكم حبايبي، سنه ثالثه ابتدائي. انا مستر نسيم ودي قناه انجلش اي تو زد. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 3 في يونت 7، الدرس الثالث من الوحده السابعه. عايزك تنتبهوا معايا كويس وتركزوا. يلا نبدا مع بعض. اهلا بيكم سنه ثالثه، النهارده هناخد الدرس الثالث مع بعض من الوحده السابعه عن البريكس تايم، وقت التدريب. الموضوع سهل خالص، عبارة عن سؤالين اتنين بنسأل، بقول what are these أو what are those. الإجابة there، ونكتب الحاجة اللي أنا بشاور عليها. إيه الموضوع؟ نقوله مع بعض. what are يعني ما هي، أوكي؟ ما هي بسأل عن حاجة. إيه الحاجة دي؟ الحاجة دي ممكن تكون these، أداة إشارة للجمع القريب، أو those أداة إشارة للجمع البعيد. يبقى عندنا الفرق ما بين السؤالين these أو those، دي إشارة للقريب ودي إشارة للبعيد. لو حاجة في إيدي قريبة مني أقدر أقول إيه؟ أقول these. لو حاجة بعيدة أقدر أقول those. تمام، تعالوا نشوف السؤال تاني. what are these؟ what are these؟ أجاوب إزاي؟ أقول these تتحول لذلك، okay. ولو عايز اكتبها هي برضو اقول these عادي، مفيش مشكلة. واحط they بدل these واقول are زي ما هي، واكتب هنا الحاجة اللي انا بشاور عليها بس تكون جامعة، اوكي. تعالوا نشوف مثال بيقول what are these. هنا جايب كذا قميص، طبعا عندنا في الجامعة في الانجليش ممكن اثنين او اكتر، فهنا قميصين يكونوا جامعة. يبقى what are these، ما هذه، يبقى نقول they are shirts، انها قمصان، دي قمصان كتير، اوكي. طبعا زي ما قلنا الجمع في الانجليش ممكن يبقى اثنين بس. عملنا ايه؟ what are ما هي، حطينا these عشان ده جمع قريب. اجاوب احول these لday وبعدين are اللي انا سالت بيها، واكتب الكلمه اللي انا بتكلم عنها بس تكون في الجمع shirts، اوكي. زيها بالظبط بس للبعيد what are those، اوكي. اجاوب ازاي؟ those تتحول لday وار تنزل زي ما هي، واحط اسم جمع بس يكون بعيد، بس لازم يكون اسم جمع. تعالوا شوف كده what are those their shoes their shoes. طب ليه قلنا هنا؟ شوف لو تلاحظوا خدوا بالكم ان القمصان كانت قريب من السؤال انما الشوز كانت بعيد، فهنا قلنا those على اساس ان هي للبعيد، يعني يبقى those اداه اشاره للجمع البعيد. في حاجة كمان اللي هي there. there اللي هي اختصار لإيه؟ ل they are، اوكي. ممكن اكتبها كده او ممكن اكتبها there كده. what are those their shoes، انها ايه؟ انها حذاء. جميل، ممكن نسأل اي حاجة عن اي حاجة تانية، اقول what are these، اقول they are jeans، اوكي، وهكذا. خلاص، ده بالنسبة ل السؤال what are these and what are those. تمام، تعالوا نحل بقى كام سؤال كده علشان نقدر نراجع على الفات. choose the correct word or words between brackets، نختار الكلمة أو الكلمة الصحيحة من بين الأقواس. what are this ولا these ولا that، بجاوب أقول they are flowers. طب أنا حل على أساس إيه؟ جميل، الإجابة، الإجابة هنا بيتكلم بيقول they للجمع و are للجمع و flowers للجمع، يبقى مش هنختار لا that ولا هنختار this، لأن this أداة إشارة للمفرد القريب و that أداة إشارة للمفرد البعيد. يبقى هناخد these، يبقى what are these؟ they are flowers. تمام، السؤال اللي بعده بيقول are is do these your shoes؟ السؤال معناه هل هذا حذاءك؟ هل هذا حذاءك؟ يبقى نقول ايه؟ هنا شوز جمع وذيس جمع، يبقى مش هينفع دو، مش هينفع إيز. طب دو ينفع؟ دو هنا ينفع لما يكون في فعل تاني، لان انا لما اجي اسال على دو بجيب بعدها فعل تاني. اقول دو يو لايك رايس، هل تحب الارز مثلا؟ يبقى اختار دو في الحاله دي، انما دو هنا ما فيش فعل تاني، يبقى ايه؟ ناخد ار. ار ذيس يور شوز، يعني هل هذه هل هذا حذاءك؟ طيب ذات ذي ذير ماي شيرتس، ماي شيرتس، شيرتس جمع ولا مفرد؟ جمع، يبقى لما اتكلم اقول ذي او ذي. تمام، يبقى كلمه ذات مش هتنفع. طيب
they يجي لوحدها من غير فعل اقول they my shirts، لا ما ينفعش، لازم اقول they اللي هي فاعل وبعدها فعل اللي هو are اللي خسرناها بابوستروفي re. يبقى لما اجي اتكلم اقول ايه؟ اقول they're my shirts، يبقى دي مش هتيجي. اللي بعدها they is are and yellow shorts. طب سهل خالص، طبعا زي قلنا جمع وهنا shorts يعني شورت وجمع برضه، يبقى لما اجي اختار فعل في الجمع am مفرد بتيجي مع I، is مفرد بتيجي مع he she it، يبقى اختار ايه؟ اختار are. يبقى they are yellow shirts. what when who are those there they are skirts they are skirts. يبقى نقول ايه؟ نقول هو بيقول انها جيبات او تنورات، يبقى نقول ايه؟ what are those، ما هذه؟ انها جيبات. this that those are white birds. birds جمع يبقى لازم نختار حاجه جمع، يبقى نقول that لا this لا، يبقى كلمه those. okay يبقى those are white birds. what are these بيسأل عن حاجه جمع، لما اجاوب برضو اجاوب بجمع، يبقى it's لا و it لا، يبقى نقول ايه؟ their shirts. what are these their shirts. تمام. اللي بعد كده جايب صورتين بيقول listen and repeat the breaks with a partner. هنعمل مع اصحابنا what are these they are socks. what are those يبقى نقول ايه؟ نفس الكلام، يبقى نقول ايه؟ نقول they apostrophe re their skirts. okay their skirts انها ايه؟ انها جيبات. وطبعا نفس الكلام هيحصل هنا what are those their shorts what are these their shoes، وهكذا بنعيد نفس السؤال ونفس الايه الجملة، بس بنغير الكلمة اللي احنا بنسأل عليها سواء كانت shorts shoes skirts jeans. okay ده بالنسبة للسؤال. جميل. طيب بعد كده جايب لي اغنية، طبعا انا مش هنتكلم عن الاغنية، هناخد spelling time اللي هو وقت ال spelling. okay عندي الكلمات بتاعتي shoes socks skirt shirt skirt jeans shorts. عايز هنا نختار، بس المفروض نخبي الصور دي زي ما احنا عملنا كده ونكتب الحاجات دي من دماغنا. طبعا احنا عارفينهم، هنكتب spelling down socks shirt shoes jeans، وفي حاجات متكرره عشان يعودنا ازاي نكتب الكلمات. اهم حاجه نلتزم بالخطوط بتاعتنا عشان خطنا يبقى ايه؟ يبقى جميل. يعني احنا لو كتبنا هنا مثلا socks يبقى s o c k s، ده shirt يبقى s h i r t، shoes s h o e s. اوكي بعدها jeans يبقى j e a n s، وهكذا هنبدأ نعمل بقية الحاجات. انتوا طبعا شطار وهتقدروا تعملوها بسهولة لما تحفظوا اسف الكلمات اللي حفظناها في الدرس. جميل. هنا برضو في الصفحة اللي بعدها جايب لي ازاي اتعلم الكتابة، وجايب السطور برضو نكتب فيها الكلمات shirt ونكتب تحتها socks، نكتب تحتها shoes، نكتب تحتها وزيهم تحت shorts وjeans وskirt، نكتبهم تحت عشان نتعلم ازاي نكتب ما بين السطور وازاي نعرف السبيلنج بتاع الكلمات. اوكي الصفحه اللي بعدها جنرال اكسرسايزز، يعني التمارين عامه على اللي احنا اخذناه قبل كده في الوحده. تمام. فانا هنا هقول لكم الكلمه وحضراتكم هتقدروا تحطوا الارقام على الصور. تمام. اول واحده جينز، فين الجينز؟ تمام. يبقى نكتب هنا 1. اللي بعدها شورتس، فين شورتس؟ برافو، يبقى دي. اوكي اللي بعدها سوكس، فين السوكس؟ برافو، يبقى دي يعني شراب. اللي بعدها سكيرت، سكيرت معناها جيبه، يبقى دي. اوكي اخر واحده شوز اللي هي دي، يبقى انا حليتهم كلهم صح. اوكي بعد كده اختياري بيقول وات ار ذي بلاك، بلاك معناها اسود، يبقى بيسأل عن ايه؟ عن اللون، يبقى مش هيقول time ولا old، يبقى نقول what color. okay ما لون هؤلاء او ما لون هذه. طيب what is or am these، كلمة these جمع، يبقى مينفعش لا am ولا is، يبقى لازم ناخد ايه؟ what are these. انا بسأل بقول ايه ده؟
I am wearing a red. أنا أرتدي حاجة حمراء. إيه اللي برتديها حمراء؟ pen قلم ولا ball يعني كرة ولا shirt قميص؟ طبعا الحاجات التانية مش هقدر أرتديها. It this they are red flowers. flowers جمع are جمع يبقى لازم اخد فاعل جمع. it معناها هذا او هذه للمفرد. this اشارة للمفرد القريب. they للجمع يبقى نقول they are red flowers. اللي بعدها where you live. لما اجي اسال هنا السؤال اين تعيش بقول ايه؟ where يجي بعدها فعل مساعد verb to do. بس عشان you هتاخد do. Where do you live؟ يعني أين تعيش؟ okay؟ تمام. السؤال اللي بعده read and match A with B. هنقرأ ونوصل A مع B. There it's what blue is my a book color is it shirts a skirt favorite color. لاحظوا تاني زي ما قلنا what ده هنا سؤال واحد okay؟ المفروض يكون في سؤال من دول هناخده مع what. يبقى what a book ولا what color is it. طبعا انا مش عايز تعملوها بالطريقه دي بس انا بقول لكم يعني ان what سؤال يبقى لازم يجي معانا سؤال اللي هو الاثنين دول. طبعا book مش هتنفع يبقى تاخد what color is it يعني ما لونها. يبقى ناخد هنا number B okay؟ وممكن نوصلها كده. اللي بعدها there انها هنا ده جمع يبقى لازم يجي حاجه بعدها جمع. a book ده سؤال مش هينفع. skirt shirts جمع. a skirt مفرد. favorite color يعني لون مفضل يبقى هناخد ايه؟ يبقى shirts. يبقى هنحط هنا ايه؟ c. يبقى there shirts انها خمصان. ونوصل it's انها ايه؟ هنا it مفرد و is مفرد يبقى لازم يجي بعدها اسم مفرد اللي هي a skirt. يبقى ناخد هنا ايه؟ it's a skirt انها ايه؟ نجيب اخر حاجة blue is my. اللون الازرق هو لوني المفضل. blue ده عبارة عن color يبقى favorite color. يبقى blue is my favorite color. يبقى نكتب e ونوصل. تمام ده بالنسبة للماتشنج. هنا جايب لي حاجات وعايز ايه؟ وعايز نكتب sentence عليه. هنشاور عليه ونقول ايه؟ ونقول these are shoes. انها ايه؟ حذاء. ودي نقول ايه؟ نقول they are clothes. clothes يعني ملابس اوكي. طبعا مش هينفع نقول shorts عشان ايه؟ عشان هنا في jeans وهنا ايه؟ وهنا في shorts اوكي. انما كلها عباره عن clothes معناها ملابس اوكي. copy the following. هنكتب الايه الكلمه الجملتين دول زي ما هم كده بالظبط. الكابيتال ليتر يبقى كابيتال ليتر والفاول ستوب تتحط. الحروف اللي تحت لتحت والحروف اللي بتطلع فوق السطر تبقى لفوق واللي ما بين السطرين تبقى ما بين السطرين كده. يبقى احنا خلصنا الدرس ده. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم زي ما اتفقنا نعمل ايه؟ برافو. نروح هنا ونعمل اشتراك في القناة لو ما كناش اشتركنا وندوس على زر الجرس علشان يجيلنا اشعارات بالفيديوهات الجديدة اول باول. ونعمل لايك وشير لاصحابنا عشان هم كمان يعرفوا القناة ويشتركوا فيها ويستفيدوا زيكم. تمام نشوفكم في درس جديد مع مستر نسيم والانجليش. باي باي.